شوف شي جبنه عندي حيت الجو عندي انا شاكين الجو عندي حيت انا ندير لك ديكلاراسيون منين مشى خصك دير كل حاجه انا ماشي يقول لك ما شدوش لا بغيت تسكت كان غيكريسي هو يقول لي الشرطه من المنطقه التشارف كما كنقولوا ولينا خايفين دايزين مع العشره مع العشره ديال سميتو تعداو على واحد السيد لهيها مع العشره ديال الليل شويه دازو طلعنا بحالاتنا شويه عاوتاني مع هاد الوقيته ديال 11 جايين هاجمين بالسيوفه وهرسوا في الجاج السيمانه اللي فاتت الزنقه كامله هرسوها لداخل ورا بزاف هادشي يعني حنا غن خصنا نولوا نهزوا معنا حتى حنا السلاح ولا غنتمو غاديين في الزنقه وكندوروا في وجهنا ما عرفنا ما بقينا نعرفهم من يخرجوا لينا يعني خصنا حنا باش ندافعوا على راسنا يعني ولنا خايفين على ولادنا حتى ولادنا ما بقيناش كنخليهم يخرجوا للزنقه علاش صافي وليت بحال قويله هاز جنوي داخل مع الدريبه ضربتي دري صغير به بحال هكا الفخده جا عندي ولدي كيجري قال لي ماما ضربوا الدري صاحبي الفخده باقي صغير يلاه عنده 6 سنين ايوا ما بقيناش خلينا ولادنا نخرجوا للزنقه اش غندير ولا بلي ولا بعلوك صغير 16 عام يهز جنوي اش بقى دائما تتكرر هادشي هنا ورا ديما هادشي ديما بحال هكا ديما حنا عايشين بحال هكايا علاش علاش حي ضد حي مع بعضياتهم شي مضاد مع شي كيهاجم على شي لا شي كيتعدى على شي عرفناش حنا ما حضرناش انا كنت في المنزل ديالي وجا دق عليا السيد جاري قال لي نوض راه الطوموبيله ديالك تهرست ملي نزلت كنلقى واحد المجموعه ديال الطوموبيلات مهرسه ملي حسبتهم دابا كنلقى 7 طوموبيلات من غير الناس اللي مشاو انا عين هادشي اللي حضرت ليه دابا وشتو 7 ديال الطوموبيلات مهرسين وهاد المنطقه هادي معروفه بقله الامن وكاينه الفوضى عندنا هنا في هاد الحي هذا واحد المجموعه ديال سميتو واحد المجموعه ديال المنحرفين كيجيو هنا مره وماشي هادي اول مره وقعت راه وقعت مرارا وهي كتوقع هاد المساله هادي والناس كيتضروا من هاد المساله هادي وكيشكيو وللاسف هاد المساله كتبقى كتكرر دوريا وبصفه دوريه كتكرر هاد المساله هادي كنطلبوا من السلطات انها تقوم بالواجب ديالها ودير لنا هاد المسائل السيارات اللي تهرسوا دابا 7 اللي شفت انا خلي الناس اللي مشاو كاينين الناس اخرين مشاو بحالهم الطوبيلات ديالهم تهرسوا ومشاو هادشي اللي وقع شحال كان تقريبا هما تيقولوا كانوا مجموعين ما نقدرش نقول لك شحال ما نقدرش نقول لك لان ما شفتش الناس اللي شافوهم العساس خصو هو اللي يقول لنا شنو كاين راه كاين عساس هنا كيحضي راه هو ما كاينش دابا الان ما كاينش العساس ما كاينش عفوا خويا انا كنت واقف ما بيا ما عليا تبان لي دايزين من اللي كيغوتو جا حتى سمشا كان بغا يكون يبدي يديرني ديك مطرب بعت بحالكم يقولكم كيضربوا في الطوموبيلات تقريبا من واحد راه شي 25 و 30 واحد كل واحد شي سيوف شي الماس ودوك واحد بغا يكون يديك هنا تهربت منه يا خويا لا اله الا الله تيره بزاف والله الا بزاف بالله راه ما تقريبا شي 12 طوموبيل اللي هرسوا دابا 12 سياره دائما تيكون هذه واه كيكون ما قربوا توالي انا واليوم جاو طلعوا حيحوا لهاد الجي دازوا من هنا دار لي بهكا تسخر طلعوا هزوا هذوك كل واحد شنو شي هاز السيف شي هاز موس وغادي كي ماشي كبار 14 16 عام ماشي شي دراري كبار ولا شي حاجه لا راه دابا غوتنا الامن جاو دابا ما تعطلوش ما كاين حتى شي حاجه المهم راه كيجي ولكن راه بزاف راه ديما اللي دار طيف خويا جمع عصابه وتم ها الحجر ها كنوبه بحال هكا راه بزاف هادشي وهادشي اللي كاين اخويا اش غنقول لك او الاخ ضربوه باك اللي ضربوه بمطراك ضربوه الرجل الاخ
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.